نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. الجديد بنا الحمد لله ديما عنده الجديد وعنده القديم، والان راه كاين واحد السيد ديال اللي غادي تخرج للسوق، والسوق دابا هو اليوتيوب، ما كاين من تبيع لانه تبيع ليه وداك الشيء تبارطاجا. اللهم حنا تنهديو فابور الجمهور الكريم، الجديد ديالنا غدا ان شاء الله غادي يتبت، غادي نعطيكم السيديه وغادي تطلق من عندكم انتم، وغادي تطلق في نجمه تيفي، وغادي تطلق في جميع القنوات اللي عزيز عليها الفن الشعبي. وهاد السيديه تتمتاز بمحاربه التلوث البيئي، محاربه التلوث البيئي، لانه فيها تنهضروا على نهار كان كوب 22 هنا صوبنا عليه واحد الاغنيه اللي زوينه اللي هي تحت العنوان ديالها شكون في الزين بحالك جميله بعلك وناس كيا مراكش يا محلا كينتعش من زارك، بلاد البيئه ونزاها من زارها يتباها، واللي بغى ينتعش فيها راه يحقق احلامه فيها. ها المناره ها الكتبيه مآثر تاريخيه ها اقدار ها الغرسيه، تعاونوا مع بانا شي شويه. والان ما غاديش نطول عليكم انه كاين ما يتقال في السيديه، وبغيتكم حتى تسمعوا هذاك الشيء وإلا الاعجاب ديالكم، واللي عنده شي اقتراح ولا عنده شي حاجه بغى يقولها بانا راه قابل جميع اللي بغى يتحدث معاه وجميع اللي بغى يقول ليه شي حاجه تتنصحوا وتزيد بالفل لقدام وتزيد بمراكش وبالمغرب، راه بانا تحت الاشاره نتاعت اي فنان او اي محب بغى ينصحوا شي نصيحه ولا شاف شي كلام قلته خايب ولا هذا يجي يقولوا لي هذا الكلام راه خايب ونتفقوا عليه، وان شاء الله ما غادي يكون غير الزين، وما غادي يكون ديما حنا ما غادي نقولوا راه تنعرفوا ولا راه تنقولوا الزين، لانه تحت ما كل شيء الكمال لله وحنا ناقصين، ونطلبوا من الله يكملنا ولعليه يخطينا على بعضياتنا. اما فيما يخص في التمثيل، التمثيل انا عندي جوج مسرحيات، وحده نتاعت خطيب اللي كاين، وحده نتاعت عيق وفيق، وحنا الحمد لله دابا راه مكتوبين، انا اللي كتبتهم، والتشخيص نتاع الناس اللي غادي يشخصوا هذاك الادوار كلهم هي من الشباب ديالي نتاع جمعيه بنا البساط، هما اللي غادي منهم الشعريه والبرانيه، وعندهم لهم قلت انا وبخاله وحمد خويا وجمال ميته، كاع الناس كلها وسعيد بطاطا، كاع الناس كلهم تيمثلوا وراه تدربنا، وحنا الحمد لله تنتسناو غير الفرصه فاش نعرضوا هاد المسرحيات هادو على الجمهور المغربي، وتنطلبوا من الله ان الاعجاب ديالنا وديالهم. نجمه تيفي تنشكروها على هاد المجهود اللي دارت وجات لعندنا، تنشكروها جزيل الشكر، وتنطلبوا من جميع الجمهور يتفرج فيها، راه تدير شي حاجه زوينه، وراه تتبع الفنان وتتبع اللي ما فنان وتتبع كل شيء. نجمه تيفي راه تتبغي كل شيء وعزيز عليها كل شيء وتتحب كل شيء، والله يخليها ديما منوره، وفين ما دارت يديها يكونوا لي جيم بوكو 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 ان شاء الله.